ايه رأيك في اغنية حاجة مستخبية لمحمد حماقي؟ تحفة. هي لحن ايه؟ لا بص عايز بقى اقطع. انت اللي تقول. جميل. في جزء منها مجتزأ من ايه؟ من بنت الجيران. بنت الجيران. لا او بنت الجيران هي اللي هي اللي هي اللي شبيهة ليها طبعا عشان هي اصلا. بس عايز اقول لك حاجة غريبة جدا محدش يعرفها يا جماعة. الشاب اللي عمل التيمة دي اكيد هو كان عارف دي بتاعت حماقي طبعا. لما بعتها لحسن شاكوش حسن شاكوش ما يعرفش ان دي بتاعت حماقي بجد. بجد. حسن من نوع ان لو اغنيه ضربت بيسمعها، لكن عشان انا من مدرسه الغنى الكلاسيكي والرومانسي كده، فانا لما حماقي مثلا ينزل البوم فانا بروح اسمع الالبوم كله واتابع. شيرين، انت في ناس بتقول ان انت اكتر موهبه منهم كلهم، انت رايك ايه؟ لا والله مش اكتر موهبه، يمكن عشان انا اللون الاساسي اللون الغنى الثاني. وان انت مثقف فنيا، تحب تسمع تحب تشوف. عشان انا اتربيت على المدرسه الثانيه اكتر منهم. هم برضو متربين على المهرجانات وعلى الشعب. فهو لما خد الاغنيه ما كانش يعرف طب وانت ما قلتلوش ساعتها يا عمر؟ انا بقى افتكرت اللي هو عارف، ما اصل حاجه مستخبيه اغنيه معروفه جدا. طب وحماقي كان ايه رد فعل؟ راجل محترم. لا خالص ما تكلمش خالص حماقي بصراحه. طب انتوا طلعتوا واجهتوا الناس وقلتوا يا جماعه احنا واخدين حته من اغنيه؟ احنا قلنا كده واعتذرنا كمان للفنان محمد حماقي. ده الكلام ده كان من 5 سنين في الاول. طبعا. فحسن، بس عايز اقول لك لسه لحد النهارده بيقولوا لك ان هي. تفتكر كانت سبب شهره مين، انت ولا شاكوش؟ يعني مين انتفع بيها اكتر؟ بصي مش سؤال خبيث يا عمر. لا ماشي. لا ليا انا اكتر. انا شايف كده لان للصراحه حسن كان مشهور في المهرجانات قبليها، كان ليه نجاحات قبليها. لو هو مثلا 70% فهي خليته 100%. طب ايه رايك في اغنيه حسن شاكوش لما جه غنى اتحدى العالم لصابر رباعي؟ بص انت سمعتها طبعا. طبعا. بصوا لك حاجه، في فرق كبير بين انك انت بتغني غلط وانك بتغني صح. حسن شاكوش بيغني صح، بس ممكن بيختار طبقه بالنسبه لناس كتير مش مريحه للودن. يعني انت شفت رد فعل الناس على طبعاً الفيديو؟ طبعا شفت. طبعا شفت. طبعا هو ما غناش اغنيه غلط على فكره، هو غنى اغنيه صح جدا، بس طبقه بس اعلى بكتير او ثلاث طبقات فوق الثانيه. مش طبقه عاليه، هي طبقه ده حسن. دي طبقه صوته. فممكن ناس لا تعجبك لما تبقاش مريحه للودن، وهي الناس اعتبرتها اللي هي طبقه يعني مش مريحه. هي الناس استغربت انه، بس هو كان مقتنع يعني، هو منزل الفيديو. طب ما الفنان صابر الرباعي قال احسن صوت حسن شاكوش وخامته من احلى الاصوات اللي موجوده، بس ما قالش في اغنيتي يعني. عمر اتقي الله. قال هو من احسن الاصوات فعلا، بس ما قالش كده.